السلام عليكم يا شباب، النهاردة معانا المحاضرة السادسة في المنهج، هنتكلم فيها على المتوسطات ومقاييس الموضع. طيب، في البداية بنقول ان احنا اتكلمنا في الاجزاء اللي فاتت من المنهج عن علم الاحصاء، وعرفنا ان هو مجموعة الاساليب اللي بتهتم بعرض وتلخيص البيانات. اتكلمنا قبل كده على العرض الجدولي والبياني لاي مجموعة من البيانات، ازاي نعملها في شكل جدول وازاي نعملها في شكل رسم بياني، سواء كان لمتغير واحد او لمتغيرين. طيب، دلوقتي هنتكلم على ان احنا نعمل تلخيص للبيانات ديت بس في شكل مؤشرات رقمية، عشان نحسب او علشان نقيس الملامح الاساسية للبيانات ديت. من اهم الملامح اللي احنا هنقدر ندرسها هي موضع التوزيع او موضع البيانات وتشتت البيانات. هنقيس موضع البيانات ككل على خريطة الرسم البياني. طيب، دي هنحددها ازاي او هندرسها ازاي؟ من خلال حاجة اسمها مقاييس النزعة المركزية. يبقى هنحسب مقاييس النزعة المركزية اللي هي المتوسطات، او مقاييس تانية اسمها الكسيرات، والاتنين دول هنقدر نقيس بيهم موضع التوزيع. هما الاتنين بيطلق عليهم مقاييس الموضع. تمام. طيب، عندنا في مؤشرات رقمية تانية بنقدر ان احنا ندرسها لمجموعة من البيانات عشان نقيس تشتت البيانات. طيب، يعني ايه تشتت البيانات؟ يعني نمط اختلاف المشاهدات، يعني قد ايه المشاهدات مختلفة عن بعضها البعض فيما بينها، وده بيبين لنا مدى تباعد المشاهدات او تقاربها. يعني هل في تشتت او اختلاف او تباعد بين القيم بشكل معين، او هما متقاربين ومتجانسين؟ ده هنقدر نقيسه من خلال مقاييس معينة اسمها مقاييس التشتت. طيب، ده مثال معانا او شكل بياني بيبين لنا ممكن يكون في تشابه في التوزيعات. يعني التوزيعين دول اللي عندنا هنا مثلا على الشمال، شايفين هنا هو عاملين ازاي القمة بتاعت التوزيع ديت، هي بتمثل لنا التمركز بتاع البيانات. يعني هنا معظم البيانات موجودة في الجزء اللي هنا في المنتصف. فبصوا هنا القمة بتاعت التوزيع اللي تحت ده، والقمة هنا بتاعت التوزيع الشكل التاني اللي فوق دوت، الاتنين القمة بتاعتهم او المركز بتاعهم لو نزلنا كده بنقطة على المحور الافقي هنلاقيها هنا في المكان ده. فده لشكلين لتوزيعين مختلفين، في الشكل الخارجي بتاعهم اللي هو الانتشار او يعني بنسميه التشتت او الانتشار بتاع التوزيع، اللي هو الجانب الايمن للتوزيع والجانب الايسر للتوزيع. التوزيع اللي فوق هنا والتوزيع اللي تحت دول هنلاقيهم مختلفين في الجانب الأيمن. يعني بصوا هنا الجانب الأيمن للتوزيع عامل ازاي، وهنا الجانب الأيمن للتوزيع التاني عامل كده. يبقى في اختلاف هنا في شكل الانتشار بتاع التوزيعين دول، ونفس الحكاية في الجانب الأيسر هنا والجانب الأيسر للتوزيع التاني، برضو في اختلاف في الجانب الأيسر للتوزيعين، لكن هما متشابهين من حيث التمركز بتاع البيانات. يعني القمة بتاعة البيانات للتوزيع اللي تحت هنا والتوزيع اللي فوق هنا لو نزلنا على المحور الأفقي هنلاقيها حوالين القيمة 52. تمام. طيب، ينطبق على الشكل ده نفس الحكاية، لو بصينا بشكل عام هنلاقي ان دي توزيعات، كذا توزيع بقى هنا متقاربين او متشابهين من حيث المركز، ولكن الاختلاف جاي في الجانب الايمن هنا ليهم مختلف والجانب الايسر ليهم مختلف، اللي هو بنسميه نمط الانتشار حول المركز. هنا في اختلاف في نمط الانتشار حول المركز، اما في تشابه او تقارب من حيث المركز نفسه بتاع المشاهدات او بتاع التوزيعات. هنعرض دلوقتي مثال لتوزيعات مختلفة من حيث المركز ومن حيث نمط الانتشار حول المركز. يعني هنبص هنا على الثلاث توزيعات الموجودين معانا، التوزيع ده والتوزيع اللي بعده ده والتوزيع التالت ده، هنلاقيهم ان هم مختلفين حوالين مختلفين في حاجتين، مختلفين في مركز التوزيع ونمط الانتشار حول المركز. يعني لو بصينا هنا على التوزيع ده هنلاقي ان التمركز بتاعه لو نزلنا كده بنقطة على المحور الافقي هنلاقيها في الجزء ده، اما التوزيع التاني اللي لونه احمر ده لو نزلنا بيه بنقطة على المحور الافقي هنلاقيه حوالين القيمة دي، اما التوزيع التالت لو نزلنا برضو عند القمة لنقطة على المحور الأفقي فهنلاقي التمركز بتاعه مختلف عن تمركز التوزيعين السابقين. وبالتالي الثلاث توزيعات دي مختلفة في مركز التوزيع. وأيضا لو بصينا على نمط الانتشار حول المركز هنبص كده على الجانب الأيمن والجانب الأيسر لكل توزيع من الثلاث توزيعات، هنلاقي إن الجانب الأيمن والأيسر للتوزيع الأول مختلف في شكله على انتشار البيانات على الجانب الأيمن والأيسر للتوزيع الثاني.
كذلك مختلف في التوزيع الثالث برضو هنا على الانتشار البيانات على الجانب الأيمن والجانب الأيسر. فهنلاقي هنا المثال اللي معانا ده بيبين لنا إن ممكن يكون في عندي 3 توزيعات، شكل المركز بتاعهم مختلف وشكل انتشار البيانات حول المركز بيكون كمان مختلف. لو اتكلمنا بقى دلوقتي مع بعض على مقاييس الموضع بشكل بشيء أكبر من التفصيل، هنقول إن إحنا بنقسم المؤشرات الرقمية اللي بتقيس موضع البيانات لمجموعتين. المجموعة الأولى هي اللي بتتضمن المؤشرات الخاصة بوصف المنطقة الوسطى للبيانات أو مكان تركز البيانات ككل، يبقى بنعرف بيها وسط البيانات ككل موجود فين أو تمركز البيانات موجود فين. دي بنسميها مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات، اللي هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. دي الـ3 مقاييس اللي هنقيسها عشان نقيس بيها النزعة، بنسميها مقاييس النزعة المركزية، وبنقيس بيها مكان تركز البيانات ككل. طيب المجموعة الثانية من المقاييس بنسميها الكسيرات، دي بتتضمن المؤشرات الخاصة بوصف موضع المشاهدات البعيدة عن المركز، يبقى بتوصف موضع أو مكان المشاهدات البعيدة عن المركز وبنسميها الكسيرات زي ما قلنا. ومن أشهرها أو الحاجات اللي احنا هنتعلمها منها زي ما نجيب الربيع الأول والربيع الثاني. مقاييس الموضع اللي احنا هنتعرض لها في الفصل دوت هي المنوال والوسيط الوسط الحسابي الربيعات. هندرس كل من هذه المقاييس، هنتعلم ازاي نحسبهم في حالة البيانات الخام الغير مبوبة اللي مش موجودة في شكل جدول تكراري، وأيضا هنحسب كل هذه المقاييس في حالة البيانات المبوبة اللي هي موجودة في شكل جدول تكراري. طيب بالنسبة للبيانات الخام هنبتدي بيها دلوقتي مع بعض، نتعلم ازاي في البيانات الخام نحسب كل هذه المقاييس. فأول مقياس معانا هو مقياس المنوال. ويعني ايه منوال؟ هنتعلم أول حاجة المنوال إن هو القيمة أو المشاهدة الأكثر شيوعا أو تكرارا. عندنا بيكون في مجموعة من البيانات زي الشكل المثال اللي معانا هنا، عندي مجموعة الأرقام دي اللي هي 18 11 9 9 10 9 5 3 2. فلما اجيب المنوال معناها ان انا بدور على اكتر قيمة اتكررت في المشاهدات، وزي ما بنشوف التعريف بتاعه هو القيمة او المشاهدة الاكثر شيوعا او تكرارا، يعني اكتر قيمة بتتكرر في المشاهدات بنسميها منوال. طبعا ده زي ما قلنا في البداية ان احنا معانا هنا البيانات الخام الغير مبوبة مش موجودة في شكل جدول تكراري. فالبيانات الموجودة هنا عندنا في المثال الأول دوت هو عبارة عن المنوال بتاعنا، هو أكتر قيمة اتكررت هي كانت القيمة رقم اللي هي المشاهدة 9. القيمة 9 هي القيمة اللي اتكررت أكتر مرة، هي اتكررت أكتر من كل المشاهدات. طيب في الحالة دي عندنا منوال واحد، لأن القيمة 9 ديت هي أكتر واحدة اتكررت، مفيش ولا مشاهدة تانية اتكررت بنفس عدد مرات تكرار المشاهدة 9. تمام، اتكررت كم مرة؟ اتكررت 3 مرات. طيب المثال تاني معانا اللي هو 9 9 8 5 5 7 4 5 4 9 10، ده مثال تاني مجموعة من القيم. طيب ايه هي اكتر قيمة اتكررت في المشاهدات دي؟ هنلاحظ ان المشاهدة 5 اتكررت 3 مرات، وان القيمة 9 اتكررت 3 مرات، وبالتالي انا عندي هنا في منوالين، لأن ممكن يكون عندي للبيانات في منوال واحد زي المثال اللي فات معانا، وزي المثال اللي معانا دلوقتي بيبين لنا إن ممكن يكون في عندي أكتر من منوال في المشاهدات. هنا عندي المنوالين، كان في المنوال اللي هو القيمة 5 اتكرر 3 مرات، وعندي المنوال 9 اتكرر هو كمان 3 مرات. يبقى المشاهدات اللي معانا في المثال ده فيها منوالين، القيمة 5 والقيمة 9. طيب في مثال اللي بعد كده معانا اللي هو 10 و9 و6 7 7 6 9 10. لو القيم موجودة بالشكل ده هنلاقي الـ10 اتكررت مرتين، والـ9 اتكررت مرتين، والـ6 اتكررت مرتين، والـ7 اتكررت مرتين. فمعنى كده ان انا ما عنديش مشاهدة اتكررت اكتر من غيرها. لو المشاهدات عندي موجودة بالشكل ده فكل المشاهدات اتكررت نفس عدد مرات التكرار، يعني كل واحدة منهم اتكررت مرتين، وبالتالي في البيانات ديت الاجابة عندي لو سألني على منوال هقول له لا يوجد منوال للبيانات. طيب معانا دلوقتي مثال بيقول تمثل البيانات الآتية الكلية التي ينتمي إليها مجموعة من الطلاب. عندي مجموعة من الطلاب
ودي البيانات الخاصة بالكلية اللي بينتمي ليها كل طالب. فالكلية الأولى كانت كلية الطب، الطالب الثاني بينتمي لكلية الهندسة، الطالب الثالث لكلية هندسة، الرابع لكلية هندسة، الطالب الخامس لكلية هندسة، وهكذا لكل الطلاب. مطلوب مني إن أنا أوجد منوال الكلية، يعني إيه أكتر كلية هنا اتكررت عندي في المشاهدات؟ ألاقي إن كلية هندسة هي المنوال بتاع البيانات دي، هو كلية هندسة لأنها أكتر قيمة اتكررت، واتكررت كام مرة؟ 11 مرة. لو بصينا هنا المفروض ان انا علشان احل سؤال زي ده ابتدي احصر هنا في كام كلية عندي موجودة. عندي كلية الطب، عندي كلية الهندسة، عندي كلية التجارة، عندي كلية العلوم، عندي كلية، بس هما دول. الطب اتكررت مثلا هنلاقيها مرة، 2 3 4 5، هلاقي ان كلية هندسة متكررة 11 مرة، كلية تجارة متكررة 1 2 3 4 4 مرات، كلية علوم متكررة 2 مرات. تمام، نبتدي نعد بقى كده كل كلية اتكررت كم مرة، وأكتر كلية هلاقيها متكررة هتبقى هي دي منوال البيانات. تمام، طيب دلوقتي لقينا إن كلية هندسة هي أكتر كلية موجود ليها تكرار، وعلشان تكرارها كان 11 مرة، هي أكتر كلية موجودة في التكرار في الكليات كانت بتكرار 11 مرة. المثال ده بيبقى النوع المتغير اللي موجود هنا عندنا. لو تفتكروا مستويات القياس، احنا اتعلمنا ان احنا عندنا مستويات القياس: المستوى الاسمي، المستوى الترتيبي، مستوى الفترة، مستوى النسبة. اللي بيميز المنوال عن غيره من المقاييس ان هو يصلح او يمكن حسابه لكل مستويات القياس. اي مستوى من مستويات القياس ممكن احسب لها المنوال، لاني بشوف القيمة الاكثر تكرارا، فما بيفرقش معايا هنا مستوى القياس سواء كان اسمي او ترتيبي او نسبة او فترة. المثال اللي معانا دلوقتي ده كان مستوى القياس اللي فيه ايه؟ مستوى القياس اللي هنا كان مستوى اسمي، لان مفيش ترتيب ولان مفيش ارقام، فمستوى القياس هنا مستوى اسمي، وقدرنا ان احنا نحسب المنوال. وده مثال بيأكد لنا على ان مستوى القياس ايا كان، سواء والمثال اللي فات كان على المستوى القياس اللي فيه كان لبيانات رقمية، كانت سواء بقى فترة أو نسبة كان يصلح ليها برضو المنوال. فكل مستويات القياس يصلح ليها المنوال. هنتكلم دلوقتي على المقياس الثاني من مقاييس الموضع، وهو الوسيط. الوسيط يمكن حسابه للبيانات الكمية سواء كانت فترة أو نسبة، وكذلك للبيانات الترتيبية، ولا يمكن حسابه للبيانات الاسمية. وهنا هنلاقي في فرق ما بين بقى الوسيط وما بين المنوال. احنا قلنا المنوال هنقدر نحسبه لأي بيانات ايا كان مستوى القياس بتاعها ايه، لكن هنا الوسيط هقدر احسبه لكل مستويات القياس ما عدا البيانات الاسمية، مش هقدر احسب لها الوسيط. هنعرف السبب دلوقتي. الوسيط هو عبارة عن القيمة اللي بتتوسط البيانات، بمعنى ان انا لو رتبت المشاهدات او البيانات اللي موجودة عندي ترتيب تصاعدي، الوسيط هو القيمة اللي موجودة في وسط البيانات، ولذلك لا يمكن حساب الوسيط للبيانات الإسمية، لأن أنا البيانات الإسمية مش بقدر أرتبها. يعني أول خطوة هنتعلمها وإحنا بنوجد قيمة الوسيط إن أنا هضطر أرتب البيانات. طيب إذا كانت البيانات الإسمية أصلا لا يمكن ترتيبها، معنى كده إن أنا مش هقدر أحسب لها الوسيط. طيب الوسيط هو القيمة التي يقل عنها 50% من المفردات، وبالتالي طبعا بيزيد عنها 50% من المفردات. احنا قلنا عشان نحسب الوسيط دلوقتي هبتدي ارتب البيانات وهبحث عن القيمة اللي بتتوسط البيانات، بحيث يبقى اقل منها في 50% من المفردات اللي هي نص المفردات، واكبر منها في 50% من المفردات اللي هم النص التاني من المفردات. علشان كده هنبتدي نشوف الخطوات اللي هنمشي فيها علشان نوجد الوسيط. اول حاجة هنعمل ايه؟ نرتب القيم اللي موجودة عندنا تصاعديا او تنازليا، بس هنتفق مع بعض ان احنا يعني هنمشي على طول تصاعديا علشان يكون في نوع كده ايه من توحيد طريقة الحل. تاني حاجة هنوجد ترتيب الوسيط، مكان الوسيط فين في البيانات، وهو ان احنا هنقسم n plus 1 over 2. n ديت اللي هي عدد المفردات، يبقى عدد المفردات زائد 1 على 2 هيبقى هو دوت ترتيب الوسيط. تالت خطوة معانا ان انا نوجد بقى قيمة الوسيط. بتكون قيمة الوسيط هي القيمة الوسطى بالظبط في البيانات اذا كان عدد البيانات فردي. يعني لو عندي 5 مفردات الوسيط هيبقى هو المشاهدة رقم 3،
الفردي، انا هو عندي هنا 5 مشاهدات، فقيمة عدد المفردات اللي عندي هنا فردي، فمعنى كده ان القيمة الوسطى بالظبط في البيانات هتبقى القيمة رقم 3، هي ديت عبارة عن الوسيط. طيب الوسط ممكن يكون الوسيط هو عبارة عن الوسط الحسابي للقيمتين الوسيطتين اذا كان عدد البيانات زوجي. يعني لو انا عندي 4 مشاهدات ورتبت ال4 مشاهدات جنب بعض كده، هشوف بقى قيمة الوسيط، هلاقيها هي المشاهدة اللي ما بين 2 و3، فعندي القيمة 2 بلس القيمة 3 هقسمهم على 2، فكأني بجيب الوسط الحسابي للمشاهدتين الموجودين في وسط البيانات. طبعا ده هيبان أكتر من الأمثلة اللي احنا هنعرضها دلوقتي. مثال تمثل القيم الآتية: أوزان مجموعة من التلاميذ مقربة إلى أقرب نص كيلوغرام، أوجد وسيط الأوزان. البيانات اللي عندي لمجموعة من الطلاب، ادي الوزن الاول، الوزن الطالب الاول كانت 20.5 كيلو، الطالب الثاني كان وزنه 23.5 كيلو، الطالب الثالث 32، 44، 36.5، 48، 50 كيلو. دي كانت اوزان الطلاب. علشان نوجد قيمة الوسيط محتاج ان انا اعمل اول حاجة ايه، هرتب البيانات تصاعديا، تصاعديا يعني من الصغير للكبير. ترتيب التصاعدي للقيم اللي عندي، فين اصغر قيمة كانت موجودة هنا في المشاهدات؟ كانت 20.5، اهي هبتدي اكتب اول قيمة هنا 20.5. القيمة اللي بعدها نبص كده هنلاقيها هنا كانت بعد 20.5، القيمة اللي بعدها كانت كام؟ 23.5. طيب القيمة اللي اكبر من 23.5 بعد كده هنا في المشاهدات كانت 32، ابتدي اكتبها هنا 32. طيب بعد 32 المشاهدة الاكبر منها كانت كام؟ هلاقيها 36.5، اقوم كاتبها هنا 36.5. بعدها في كام القيمة؟ كانت 44، أكتبها هنا 44. هلاقي بعد ال44 المشاهدة كانت الأكبر منها كانت 48، أكتبها هنا. وبعد كده المشاهدة كانت أكبر واحدة 50، هبتدي أكتبها هنا. يبقى أنا كده رتبت المشاهدات تصاعديا من الأصغر للأكبر. تمام، هنا كان عندي كام مشاهدة؟ كانوا 7 مشاهدات. أتأكد تحت إن أنا رتبت 7 مشاهدات وإن أنا كاتب عندي 7 مشاهدات عشان يبقى رتبت كل القيم زي ما كانت، هم 7 قيم، يبقى أنا في الترتيب عندي كمان يفضلوا 7 قيم زي ما هم. لو في قيمة كانت متكررة أكتر من مرة كنت هكتبها تحت بعدد المرات اللي هي اتكررت بيها. طيب تاني حاجة هبتدي أعملها إن أنا هحسب ترتيب الوسيط أو رتبة الوسيط، زي ما قلنا القانون بتاعها هو n plus 1 over 2. عندي هنا n كانوا كام مفردة؟ كانوا 7، يبقى n plus 1 over 2 هي هتبقى 7 زائد 1 اللي هم 8 على الاثنين بتساوي 4، يبقى رتبة الوسيط هي بتساوي 4. رتبة الوسيط بتساوي 4 يعني ايه؟ يعني المشاهدة اللي ترتيبها 4 هي ديت القيمة بتاعت الوسيط، لان انا تالت حاجة عندي في الخطوات ان انا اوجد قيمة الوسيط، يعني هبحث عن القيمة بتاعة الوسيط هنا بعد ما رتبت المشاهدات من الأصغر للأكبر. القيمة اللي ترتيبها 4 هي ديت الوسيط. فين بقى المشاهدة رقم 4 عندي؟ المشاهدة هي رقم 1 أهي 20.5، رقم 2 23.5، المشاهدة رقم 3 هي 32، المشاهدة الرابعة هي 36.5. يبقى هي المشاهدة الرابعة قيمتها 36.5، هي دي قيمة الوسيط. يبقى قيمة الوسيط عندي 36.5. مثال تاني على الوسيط، على إيجاد قيمة الوسيط لمجموعة من البيانات. البيانات اللي عندي هنا تمثل الأجر الأسبوعي لمجموعة من العمال مقربة إلى أقرب جنيه. دي مجموعة من العمال والراتب الأسبوعي لكل عامل من العمال، كان العامل الأول الأجر الأسبوعي بتاعه 380، العامل الثاني 310، وهكذا لحد آخر عامل كان الأجر الأسبوعي ليه 385. هنا عندي كام عامل؟ في كام أجر؟ العينة اللي موجودة عندي هنا مجموعة المشاهدات كانت ل8 عمال، ادي العامل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. فعندي هنا 8 مشاهدات بتمثل الأجر الأسبوعي، المطلوب إن أنا أجيب أو أوجد قيمة الوسيط بتاعة الأجر. طيب الخطوات بتاعة الحل بتمشي إزاي؟ زي ما قلنا أول حاجة هنبتدي نرتب المشاهدات أو البيانات اللي عندي تصاعديا أو تنازليا. الترتيب التصاعدي هو اتفقنا إن إحنا دايما هنشتغل بالترتيب التصاعدي، يبقى هيشوف أصغر قيمة في البيانات كانت كام، هلاقيها 310. طيب القيمة اللي أكبر منها كانت 315، اللي أكبر منها كانت 318،
اللي بعدها 320، وهكذا هرتب لحد ما الاقي اكبر قيمة كانت 395. برضو هنرجع ونأكد تاني، هما كانوا 8 مشاهدات، فتأكد من اجابتي ان انا هنا عملت ترتيب فعلا 8 مشاهدات ظاهرين عندي كلهم، تمام؟ يبقى انا كده مرتب الثمان مشاهدات مظبوط. وزي ما قلنا لو في اي قيمة كانت اتكررت كنت هكتبها زي ما اتكررت، يعني لو المشاهدة 310 كانت موجودة مرتين كنت هكتبها مرتين، تمام؟ طيب خطوة معانا ان احنا هنحسب رتبة الوسيط. رتبة الوسيط هي n plus 1 over 2 زي ما اتفقنا، ترتيب الوسيط بتحسب n plus 1 over 2، يعني عدد المشاهدات زائد 1 على 2. عدد المشاهدات كان 8 مشاهدات زائد 1 هيبقى 9 على 2، 9 على 2 اللي هي 4.5. 4.5، طب انا رتبت المشاهدات، فين المشاهدة رقم 4.5؟ مش هلاقي 4.5، لكن هلاقي المشاهدة رقم 4 وهلاقي المشاهدة رقم 5. المشاهدة رقم 4 اللي هي 320، ادي المشاهدة 1 2 3 4، يبقى المشاهدة رقم 4 هي القيمة 320. طيب المشاهدة رقم 5 هي القيمة 380 اللي هي اللي بعدها. مش احنا قلنا لو كان عدد المشاهدات اللي موجودة عندي هنا زوجي هيبقى الوسيط هو عبارة عن الوسط الحسابي للقيمتين الموجودين في وسط البيانات. هنا وسط البيانات عندي هي المشاهدة الرابعة والمشاهدة الخامسة، فيبقى قيمة الوسيط عندي هنا هتساوي ايه؟ 320 زائد 380 على الاتنين، يبقى قيمة الوسيط الـ M بتاعتي دي بنرمز للوسيط ساعات برمز M، أو نكتب هنا الوسيط بيساوي 320 زائد 380 على 2، فيبقى الوسيط 350 جنيه، وهو ده هيبقى الإجابة على السؤال. المقياس الثالث من مقاييس الموضع اللي احنا هنتعلمها هو الوسط الحسابي. الوسط الحسابي هو عبارة عن قيمة رقمية بتعبر عن موضع البيانات، هو بتحسب للبيانات الكمية فقط، لا يمكن حسابه للمتغيرات الوصفية سواء كانت اسمية أو ترتيبية. يعتبر الوسط الحسابي أكثر مقاييس المركز شيوعًا وأكثرها استخدامًا، حيث يعتمد في حسابه على الحجم الفعلي للبيانات. هنعرف من طريقة حساب الوسط الحسابي إنه بيعتمد على كل القيم في حسابه، وهو بقى عبارة عن إن أنا بجمع القيم وبقسمها على عددها. ده أبسط تعريف ليه، إن أنا بجمع القيم اللي بشتغل عليها وبقسمها على عددها. وطالما في تجميع للقيم يبقى لازم يكون عندي أرقام، علشان كده بنقول إن هو بيصلح للبيانات الكمية فقط. من هنا بنقول إن هو ما بيصلحش للمتغيرات الوصفية سواء كانت اسمية أو ترتيبية، لأنه بيعتمد على جمع القيم، وبالتالي مش هينفع غير يكون البيانات عندي بكمية، سواء كانت مستوى قياس فترة أو نسبي مش مشكلة، المهم إن هو يكون بيانات كمية، يكون في أرقام حقيقية عشان أقدر أحسب الوسط الحسابي. وزي ما احنا لسه قايلين، الوسط الحسابي يعرف على إنه مجموع البيانات مقسوما على عددها، ده يعني أبسط تعريف للوسط الحسابي، ومجموع القيم على عددهم. بنكتبه كده الصيغة الرياضية بتاعته، الـ x بار بيرمز الوسط الحسابي x بار بيساوي summation x i اللي هي مجموع القيم على أو over n اللي هي عدد المشاهدات. ده طبعا التعريف بالنسبة للبيانات الخام، احنا قلنا كل شغلنا دلوقتي في المحاضرة النهاردة على البيانات الخام. مثال، تمثل البيانات الآتية الأجر الأسبوعي لمجموعة من الأفراد بالجنيه. اوجد الوسط الحسابي، ادي مجموعة الأجور الموجودة عندي هنا الأسبوعية، الأجر الأول هو 95، الأجر الثاني 101، الأجر الثالث 103، لحد آخر عامل الأجر بتاعه الأسبوعي 95. طيب عشان أوجد الوسط الحسابي هبتدي إن أنا هطبق التعريف بتاعي، إن أنا هجمع كل القيم ديت وهقسمهم على عددهم. طيب هجمع هنا، يعني 95 أهو زائد 101 زائد 103 زائد 90 زائد 99 زائد 90، زي ما هما كده موجودين فوق في البيانات الموجودة عندي هجمعهم كلهم وبقسم على عددهم. هما كانوا كام قيمة؟ كانوا 10 قيم، يبقى بقسم هنا على 10، والنتيجة اللي بتطلع لي هتبقى عبارة عن الوسط الحسابي. في المثال بتاعنا هنا بيساوي 97 جنيه. نلاحظ إن قيمة الوسط الحسابي تتوسط غالبية القيم، القيمة اللي هي 97 يعني قريبة من كل القيم موجودة في وسط كل هذه القيم. طيب دلوقتي لو انا ضفت قيمة او ضفت مفردة جديدة، كان عامل مثلا جديد والعامل دوت بياخد اسبوعيا 31 جنيه،
وضفته لمجموعة المفردات أو البيانات الموجودة عندي هنا، فيبقى عندي فيه مشاهدة جديدة رقم 11. هبتدي أحسب وسط حسابي جديد، إن أنا كل القيم اللي كانت موجودة عندي قبل كده هجمعها كلها وهضيف عليهم كمان زائد 31 اللي هي القيمة الجديدة بتاعة العامل الجديد. لما أجي هقسم هنا مش هقسم بقى على 10، لا هنا بقى زادوا عندي بقى 11، بقى في 11 مفردة، لأن دي بيانات جديدة عبارة عن بيانات 11 عامل، هجمعهم وهقسمهم على 11، هيبقى الوسط الحسابي بتاعي هو عبارة عن 91 جنيه. طيب هنلاحظ ايه؟ ايه الى اليسار، بمعنى ان انا الوسط الحسابي القديم اللي كان موجود عندي في المثال اللي فات قبل ما اضيف القيمة 31 كان 97. طيب دلوقتي انا لما ضفت قيمة 31، دي قيمة صغيرة جدا عن كل القيم، قليلة قوي، فدي خليت لي الوسط الحسابي بتاعي حصل له ايه؟ قل، قيمته قلت بقى 91، هو كان 97 قبل ما اضيف القيمة 31، دلوقتي لما ضفتها وهي كانت قيمة قليلة جدا أو بعيدة شوية عن كل المفردات، المفردات كلها عندي هنا كانت 91، 100، 100 وحاجة بسيطة، لكن دلوقتي لما ضفت تعامل جديد كان أجره الأسبوعي قليل قوي بعيد عن القيم دي كلها، فخلالي الوسط الحسابي بتاعي يقل قوي أو يقل عن ما كان قبل ما أضيف القيمة، هو كان 97 بقى 91. بنقول هنا إن الوسط الحسابي قل إلى اليسار، يعني نقص، تمام؟ دلوقتي لو انا ضفت مفردة جديدة عامل جديد كان بياخد بقى بدل ما انا عندي 10 مشاهدات هيبقوا 11، بس العامل الجديد هنا هيبقى دخله الاسبوعي كان 500 جنيه. لما اجي احسب الوسط الحسابي هبتدي اجمع كل الحداشر قيمة دول، العشرة القدام الاصليين اللي كانوا موجودين عندي هجمع بلس كمان 500 اللي هو الاجر الاسبوعي للعامل الجديد اللي عندي، وهقسم على 11 اللي هي عدد العمال الجديد بعد ما انا زودت الاجر الجديد بتاع العامل رقم 11، فبقى عندي 11 مفردة. طيب هنا الوسط الحسابي اللي هيبقى عندي هيبقى كام؟ 133 جنيه. طيب الوسط الحسابي دوت زاد عن ما كان الاول قبل ما اضيف المشاهدة رقم اللي هي دخلها الاسبوعي 500، كان 97 زي ما قلنا في الحالة الاصلية بتاعتي، دلوقتي زاد بقى 133 جنيه. بنقول ان الوسط الحسابي اتجه الى اليمين، يعني زاد عن القيمة الاصلية، لان انا زودت قيمة على المشاهدات كانت اكبر منهم كلهم بكتير. احنا زي ما قلنا هنا ان كل القيم اللي كانت موجودة عندي كانت 91، 100، دلوقتي يعني القيمة الجديدة اللي انا ضفتها هنا على المشاهدات كانت اجرها الاسبوعي 500، هو كبير قوي، فرفع لي قيمة الوسط الحسابي عن القيمة الاصلية بتاعته اللي هي 97، وصل ل 133 جنيه. وهنا هنوصل لاستنتاج، بنقول ايه؟ القيمة المتطرفة او الشاذة هي القيمة اللي بتكون صغيرة جدا او كبيرة جدا مقارنة لغالبية القيم. اصل المشاهدات اللي كانت موجودة عندي هنا في البداية كانت 91 و100، لما ضفت هنا في الاول 31 دي تعتبر قيمة متطرفة صغيرة جدا عن بقية القيم. لما ضفت هنا في النقطة اللي بعدها المشاهدة اللي هي كان اجرها الاسبوعي 500، برضو دي تعتبر قيمة متطرفة أو شاذة لأنها كانت كبيرة جدا عن غالبية القيم. يلاحظ إن الوسط الحسابي شديد التأثر بالقيم الشاذة، القيم الشاذة سواء كانت صغيرة جدا أو كبيرة جدا الوسط الحسابي بيتأثر بيها، وده هيغير في قيمة الوسط الحسابي إلى اليمين أو إلى اليسار على حسب القيمة الشاذة دي كانت كبيرة عن كل القيم أو صغيرة جدا عن كل القيم. المقياس الرابع اللي هنتعلمه النهاردة من مقاييس الموضة هو الرباعيات. الرباعيات هي قيم تقوم بتقسيم البيانات إلى 4 أقسام. طيب أنا لو قسمت البيانات لأربع أقسام هيبقى عندي أول قسم بعديه قيمة اسمها الرباعي الأول، القسم الثاني بعديه قيمة اسمها الرباعي الثاني، القسم الثالث بعديه قيمة اسمها الرباعي الثالث، عشان كده هما بيبقوا 3 رباعات، رباع أول، رباع تاني، رباع التالت. الرباع الأول بنرمز ليه بالرمز Q1، الكيو اللي هي الكوارتايل أو رباع، هي القيمة التي يقل عنها 25% من البيانات وبالتالي بيزيد عنها باقي البيانات اللي هي 75% من البيانات. الرباع التاني اللي بنرمز ليه للرمز Q2 أو second quartile أو كوارتايل التاني، هو القيمة اللي بيقل عنها 50% من البيانات، وطالما بيقل عنها 50% من البيانات يبقى بقية البيانات بتزيد عنها اللي هي 50% برضه، ده اللي هو الوسيط.
الربيع التاني هو الوسيط، لأن الوسيط في تعريفه هو القيمة اللي بتتوسط البيانات وبيقل عنها 50% من البيانات وبيزيد عنها 50% من البيانات، فالوسيط هو الربيع التاني لأنه بيقسم البيانات لنصين، نص البيانات قبليه ونص البيانات بعديه. طيب الربيع التالت اللي هو كوارتايل 3 أو الثيرد كوارتايل هو القيمة اللي بيقل عنها 75% من البيانات وبالتالي بيزيد عنها باقي البيانات اللي هي هتبقى 25%. بنفس الفكرة اللي حسبنا بيها ترتيب الوسيط هنحسب بيها ترتيب الربيع الأول وترتيب الربيع الثالث. ترتيب الربيع الأول هيبقى N plus 1 over 4، وترتيب Q2 أو الربيع الثاني اللي هو الوسيط احنا قلنا ان هو n plus 1 over 2، احنا قلناه قبل كده واحنا بنعرف الوسيط وترتيب الوسيط حسبناه كده. ترتيب الربيع الثالث أو quartile 3 بتساوي n plus 1 over 4 pi 3، يعني بعد يعني هو بالظبط نفس ترتيب الربيع الأول بس مضروب في 3، يعني ترتيب الربيع الثالث هو ترتيب الربيع الأول بس pi 3. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ الترتيب، عايز اعرف مكانه فين، مكان الربع الاول او الثاني او الثالث، لكن لسه ما بحثتش عن القيمة. طيب المثال بتاعنا ده هيوضح لنا دي بيانات عبارة عن اوزان مجموعة من التلاميذ بالكيلوجرام، ادي التلميذ الاول 60، الثاني وزنه 50، الثالث وزنه 55، وهكذا الاوزان لمجموعة الطلاب، واخر طالب كان وزنه 55. مطلوب مني أوجد الربيعين، الربيع الأول والربيع الثالث. علشان أحسب قيمة الربيع الأول والثالث زي ما عملت في الوسيط بالظبط، هحتاج إن أنا أرتب البيانات اللي عندي تصاعديًا من الأصغر للأكبر، وبعدين أشوف ترتيب الربيع الأول، وبعدين أدور على قيمته في بناءً على هذا الترتيب. يبقى أول حاجة هنبتدي نعمل للربيع الأول إن أنا هرتب البيانات تصاعديًا، آدي الأصغر قيمة كانت 50، اللي بعدها 53، اللي بعدها 55، اللي بعدها 55، اتكررت مرتين زي ما قلنا لما بتتكرر بنكتبها بنفس المرات، هي اتكررت مرتين هكتبها مرتين، وبعد كده 56، وبعد كده المشاهدة 60، 66، 70. تمام، كانوا كام قيمة؟ كانوا 8، يفضلوا عندي 8، هعدهم تاني بعد ما رتبتهم هلاقيهم 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مشاهدات. يبقى انا كده حاطه كل المشاهدات بتاعتي موجوده. تمام، اول حاجه رتبنا، تاني حاجه هوجد ترتيب الربيع الاول. زي ما قلنا ترتيب الربيع الاول هو n plus 1 over 4، ان بتاعتي كانوا 8 مشاهدات، يبقى 8 زائد 1 9 على الاربعه هتساوي 2 وربع. يبقى قيمة الربيع الأول هو القيمة المحصورة بين قيمة الربيع الأول هو القيمة الوسط الحسابي بين القيمة الثانية والثالثة، لأن أنا مش هلاقي عندي هنا القيمة 2 وربع، هلاقي القيمة 2 والقيمة 3. يبقى هبحث عن القيمة رقم 2 اللي هي هنا 53، والقيمة رقم 3 اللي هي 55، وهجمع بقى 53 زائد 55 على 2، يبقى Q1 بتساوي 53 زائد 55 على الاثنين، يبقى 54 كيلو جرام. لو بصينا فوق على ال 54 ديت، القيمة رقم المشاهدة اللي هي الثانية والثالثة، جبت الوسط الحسابي بتاعهم طلع هو دوت قيمة الربيع الأول اللي هو 54. هنلاحظ إن 54 ديت في كام قيمة عندي في البيانات كانت أقل من 54؟ هلاقي ان هما 2 اللي هي المشاهدة 50 و53، دول كقيم كانت اصغر من 54، يبقى في قيمتين اللي هما تقريبا 25% من البيانات، البيانات كلها كانت 8 مشاهدات، دول 2، يبقى 2 على 8 اللي هي عبارة عن ربع البيانات اللي هي 25%. اكتر من 54 كانوا كام قيمة؟ 55 و55، 56، 60، 66، 70، دول عددهم كام مشاهدة؟ 6. 6 قيم كانت أكبر من 54، يعني 75% من البيانات كانت أكبر من قيمة الربيع الأول، وبالتالي قيمة الربيع الأول اللي هي 54 دي بتحقق التعريف الخاص بالربيع الأول. الربيع الأول تعريفه هو القيمة اللي بيقل عنها 25% من البيانات وبيزيد عنها 75% من البيانات. استكمالا للإجابة على السؤال، كان مطلوب مني أوجد قيمة الربيع الثالث.
قبل ما اجيب قيمة الربيع الثالث لازم هجيب الترتيب بتاع الربيع الثالث الاول. احنا قلنا ان ترتيب الربيع الثالث هو n plus 1 over 4 باي 3 اللي هي 8 زائد 1 على 4 في 3 بيساوي 6.75، يعني هو عبارة عن الوسط الحسابي بين القيمة الستة والسبعة. هدور في الترتيب التصاعدي اللي انا كنت جبته للمشاهدات الثمان مشاهدات بعد ما رتبتهم، هلاقي ان المشاهدة اللي رقمها ستة هي المشاهدة 60، والمشاهدة اللي رقمها سبعة هي المشاهدة 66. يبقى الرباع الثالث اللي هو Q3 بيساوي 60 زائد 66 على الاثنين، هتساوي 63 كيلوجرام. يبقى الربيع الثالث للمشاهدات بيساوي 63 كيلوجرام. هنلاحظ ان في ست قيم اقل من يعني اقل من الوزن 63، في ست قيم اقل منه، يعني 75% من البيانات بتقل عن Q3، وفي قيمتين من البيانات كانوا اكبر من 63 كيلوجرام، وبالتالي 25% من البيانات اكبر من الربيع الثالث. وده معناه ان قيمة الربيع الثالث اللي هي 63 كيلوجرام بتحقق تعريف الربيع الثالث، ان يكون عندي 75% من البيانات اقل منه و25% من البيانات اكبر من قيمة الربيع الثالث. طيب، وبكده النهاردة نكون قدرنا نغطي مقاييس الموضع، تعلمنا المنوال، الوسيط، الوسط الحسابي، الربيع الاول والربيع الثالث، للبيانات الخام الغير مبوبة. وشكرا.